نرجع تاني. فك الليك فك ثلاثون عاما وهذا الرجل يقضي جل وقته مع أصحاب الهمم العالية في منطقة الجوف. عبد الله المريح قصة رجل تفرغ وتطوع لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقته، دافعه الوحيد خدمتهم ورسم الابتسامة والسعادة على وجوههم. طبعا لما تجد صحاب الإعاقة محبوسين في بيوتهم أو حتى بالحارات يمشون يعني على استحياء وعلى خوف، وما عندهم يعني ما حد يشجعهم، ما حد، وأولهم ولدي يعني كان بالحارة حقيقة هو اللي أثر بي، فبديت أسأله. قالوا في اتحاد المعاقين بالجوف، الكلام هذا عام 1412، كلام الفيصل فهد الله يرحمه رئيس الاتحاد، وقالوا لي تصير متطوع لهم. قلت أبدا ما عندي مشكلة. فكان الحمد لله يعني بدينا بدايات على بعضهم، ويمكن لمدة حوالي 20 سنة بدأت الآن تأسيس الأندية الحمد لله من ضمنها نادي الجوف بمطالبة ومتابعة الحمد لله مني ولا شخصيا، وطبعا ما يعني الأخوان اللي معي بالإدارة والمدربين كلهم لهم فضل الجهود الجميع، لكن حسسني أن المعاق الآن جزء من حياتي صراحة، لأنهم فعلا في حاجة أنك تقف معهم وتشجعهم. يحظل المريح بثقة وحب أصحاب الهمم له، ينادونه دوما بالأب والقائد لهم. ومع المريح حقق نادي الاحتياجات الخاصة بمنطقة الجوف العديد من البطولات الرياضية محليا وخارجيا، سواء في الألعاب الفردية أو الجماعية. الحقيقة النادي يعني بدينا احنا سمينا 4 سنوات اللي عدت من النادي سميناها من الإعاقة إلى التمكين، يعني وحطينا هدف قدامنا إن شاء الله بعد 4 سنوات راح نصل للمستوى العالمي، مستوى المملكة، منتخبات الوطن، العالمية، وهذا الحمد لله اللي يتحقق. يعني أثرهم حقيقة واضح يعني بنفسيتنا كلنا اللي عاملين معهم، تحس بالإصرار، تحس بالتضحية، تحس بال يعني يحبون يقربون للناس، لأن الناس بعيدين عنهم، فلذلك أي تواد معهم أو قرب منهم يضيف لهم شيء كثير، يعني مساعدتهم من يعني عطائهم من قوتهم من، لذلك الحمد لله والشكر بالنادي. الآن عندنا فريق كرة القدم الخماسيات بالممتاز، وكرة السلة صعدنا قبل شهر للممتاز برضه كرة السلة كراسة متحركة. فالحمد لله يعني جائزة النادي واضحة بوقوف الشباب نفسهم، عندهم طموح، عندهم تحدي، وفعلا أصحاب همم. يعني أعطي بس المكان وعطني، هيئ لي المدرب، هيئ لي هذا وأنا أعطيك، لكن للأسف كنا من أول نظرهم نظرة يعني دونية، أنهم مساكين وأنهم خارج التغطية وأنهم ما عندهم، لكن الآن الحمد لله أثبتوا عالميتهم يعني على كافة المستويات، حتى بطولة العالم لكرة القدم ما شاء الله سبحان الله في المملكة 4 سنوات وراء بعض كأس العالم، هذا دليل على أنهم ما شاء الله عندهم عزيمة وعندهم إصرار، عندهم الصباح وجزء مننا يعني حقيقة ما نقدر نتخلى عنهم نهائي. التطوع في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من أسمى وأنبل الأعمال التطوعية، خصوصا وأن هذه الفئة بحاجة إلى الدعم والمساندة. لـ MBC منصور المزهم، الجوف.